أعطيني 24 شهر 1 1997. 24 واحد 1997 هتجي نهار الجمعة. أعطيني 12 في شهر 4 2025. 12 شهر 4 2025 هتجي نهار السبت. أعطيني 4 في شهر 12 2029. 12 4 4 في شهر 12 4 في شهر 12 2029 هتجي نهار هذا هتجي نهار 3. اعطيني 8 في شهر 8 2008 8 في شهر 8 2008 هتجي نهار الجمعه. السلام عليكم، معكم الام ديال عبد الرحمن منصوفي. لي هاد الايامات بان في الفيسبوك كيعطي التواريخ والايام اللي كتجي في هذيك التواريخ المعينه. القصه ديال عبد الرحمن كيفاش بدات، فهي كترجع عندي واحد العامين بالضبط من سنه 2021. كنت واحد النهار احتجت شي تاريخ معين وطلبت من الاخ ديالي باش يطلعوا لي في التليفون، قلت له باش كيجي هاد التاريخ هذا، فهو جاوبني في البلاصه قال لي ماما كيجي نهار فلان فلاني. فبقيت مستغربه، بقينا كنعطيو هذيك الساعه انا والاخ ديالي هذيك التواريخ معينه كيجي فيهم. ففي الاول كان كيلعب على واحد 3 سنين، يعني 2016 17 18 كان ما كيفوتش. واحد اللحظه جا عندي قال لي ماما راه انا كنعرف من 2008 الى حدود 2028، يعني 20 سنه تقريبا كتعطيه اي نهار. كان بعض المرات كان كيزكل مثلا واحد النهار بحكم ان بعض السنوات كتكون بسيطه بعض السنوات كتكون كبيسه. فانا شرحت له هاد الشيء اللي كاين، قلت له راه 4 سنين كتجي فيها 28 يوم في الشهر ديال فبراير، واحد السنه الرابعه كتجي فيها 29. فهو بقى ديك الساعه كيرتبهم، كيقدر مثلا كيقول لي 2024 غتجي مثلا بسيطه كبيسه، مثلا 2023 وهذيك فهمتي، يعني بقى كيميز ديك السنوات بالتلقائيه كيميزهم واش هما كبيسه ولا بسيطه. الشهور الميلاديه هو التخصص ديال الشهور الميلاديه فقط. الطريقه قلت كيفاش الطريقه حفظتي التواريخ؟ بيدي كنت كنحس. كنت كنحس بيدي. كنتي كتحسب غير بيدك؟ انتي واش كيعجبك التواريخ بديتي كتحسبهم ولا بديتي كتحفظهم؟ كيفاش الطريقه؟ كيعجبني التواريخ باش كنحفظهم. وريني اول مره التاريخ كيفاش حفظتي، في اليوميه ولا في يدك؟ ها يوميه حتى انا ما عارفش كيفاش. ها كنعقل حتى انا ما عارفش كيفاش. وكتعقل كلشي ولا غير التواريخ؟ ها الدرس ديال القسم كتعقلو ولا كتعقل غير التواريخ؟ غير التواريخ. دروس الاستاذه ما كتعقلش عليها؟ لا التواريخ كتعقل. ولكن شنو الحاجه اللي عزيزه عليك تحفظها؟ صواريخ. وري لي اليوميه فاش عندك شي يوميه؟ عندي التليفون. عندي التليفون. طلعت له الرجونده. كيفاش حفظتيها ماما؟ ها كيفاش حفظتي الرجونده؟ هي الرجونده دابا كنت كندخل بحال هكذا كنت كنشوف داكشي مزيان، عرفني حفظته من هادي، عرفت هادي بالبوحده اللي عندي، مردي ميركودي جودي فندري سامدي ديمونش، هذيك دي هي ديمونش، هذا عرفته. وواحد شويه وليت كنعرف شويه بشويه. نعمل شي تجربه. واخا بسم الله. نعمل تجربه. يلا بسم الله. قولي عبد الرحمن، دابا انا وياك كنعملوا تجربه. نعم. يعني كاين بعض الناس ما متيقينش هذا الشيء. ياك عادي. عادي الناس ما يتيقوش ياك. شنو تقول الناس اللي ما كيتيقوكش؟ ها ما كيتيقوش انك نتينا بصح كتجيب التاريخ هو هذاك، شنو غتقول لهم؟ غنقول لهم كنجيبو كتجيب التاريخ هو هذاك. واخا حنا غادي نشوفو، غادي نعطيك انا واحد التاريخ. كتعطيني نهار نهار وشهر انا عنده هكذا. نعم غادي تعطيني 5 شهر 7 2027. 5 شهر 7 2027 2. ها هي 17 شهر 7
2014 17 7 2014 17 7 2014 خميس 17 7 خميس 28 10 28 10 1993 هادي نهار د ياش هادي نهار د خميس. اذا غنشوفوا مع عبد الرحمن غنرجعوا معاه شويه حتى للسبعينات وقال حافظ حتى من السبعينات وغادي نقول لك السبعينات ياك نعم 14 نوفمبر 1971 ديمونش براف تبارك الله عليه ديمونش همشيو العام 1964 اوكي دو اكتوبر 1964 جوج اكتوبر 1964 اش من نهار جات جوج اكتوبر 1964 فوندردي قولا فوندردي الجمعه هي هذيك الى قموني العبقري دابا زي العبقري الطنجاوي وفي القسم كامل كيعيطوا لك العبقري كيعجبك هذا اللقب ولا ما كيعجبكش كيعجبني من بعد ما اكتشفتي ابنك عنده هذه الموهبه ما شاء الله عليه وكيحفظ الارقام كيحفظ التواريخ شنو الخطوه اللي عملتيه من بعد الخطوه اللي كنت اللي عملت الصراحه ما عرفتش شنو غادي لان بزاف الناس كينصحوني بالحساب الذهني ماذا نقول انا ما بغيتش ندخلوا الحساب الذهني قلت ان دابا يلا في البدايه ديال الدراسه ديالو ما بغيتش نشتت له ديك الافكار يعني كيحفظ في المدرسه الجامعه الطارح القسمه غادي تزيد عاوتاني واحد الحركات اخرين كيحفظوهم بواسطه واحد الاله كيخدموا عليها وهادي بقيت كنحاول شريت له انا ديك كتسمى سروبان بقيت كندخل نسميتو اليوتيوب وكنحاول ولو يعرف يقراها ولو يعرف غير يقراها وهادي وكان ماشي شويه مزيان ولكن في نفس الوقت ما بغيتش الصراحه ندخلوا الحساب الذهني قلت بلاتي شويه خفت عليك تشتت الافكار ديالو وما يبقاش ما يشبر الحساب الذهني ما يشبر الدراسه ديالو شنو كتمنى لعبد الرحمن استاذ كنتمنى كيف ما كيتمنوا جميع الامهات لوليداتهم مستقبل زاهر يكون المستقبل ديالو احسن من ديالنا طبعا وكنتمنى هذا الشيء يتنمى فيه ويزيد القدام وينجح في الدراسه ديالو هي الاولى واكيد خصو يعني اللي يرعاه يعني هذه موهبه تكون يتصرح كنتمنى اذا كانت شي جهه معينه اللي تقدر تتبناه علميا كنشكر موقع طنجاوي على الاهتمام ديالهم بالابن ديالي وكنتمنى هاد الخرجات هادو ما يكونوش يعني سلبيين على ولدي يكونوا بطريقه ايجابيه ويكون هو قدوه خصوصا واننا كنعيشوا في واحد العالم اللي هو مليء بالتفاهه ومليء بهذه فانا بغيت ولدي يكون غير قدوه ما باغي زعما حتى شي حاجه اللي هي باش ما يمشيش الناس البال ديالهم بعيد انني كنعرف كنشوف شي تعليقات ديال لا حول ولا قوه الا بالله فانا كنبين النموذج الايجابي ديال ولدي فقط راه معنا الغرض حتى في شي حاجه اخرى من غير انه يسقل هذه الموهبه هذه وتنمى فيه ويطورها ويكون اللي غينفع بها بلادو ينفع بها البلاد والعباد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد